بنتكلم على المقاولين وسلسله الانتصارات، لكن الاسماعيلي النهارده كان دوافعه اكبر ان هو عايز يفوز وعايز يطلع بثلاثة نقط. تمام. عايز تتكلم في حاجه في هو اضافه للكلام ده الشوط الاولاني. طب استاذنك اسف فاخد كابتن احمد قناوي نجم الاسماعيلي والمدرب العام نادي الاسماعيلي. كابتن احمد اهلا بيك. كابتن ابو حميد ازي حضرتك؟ ومنورنا في قناه الاهلي. كل نجومك اللي معاك في الاستوديو معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني بيمسوا عليك. طبعا كباتن كبيره كباتن مصر كلهم طبعا كوره. اهلا بيك كابتن ومنورنا والف مبروك. ثلاث نقاط غاليه جدا جدا جدا. والله الحمد لله يا كابتن ابو حميد، انت عارف وضع النادي الاسماعيلي في الدوري العام مش ده المركز ولا الوضع اللي يليق بالنادي الاسماعيلي. كان في ضغوط كبيره جدا علينا عشان خاطر ترتيبنا ووضعنا في الجدول ما كانش مناسب خالص ولا امكانيات النادي ولا امكانيات اللعيبه اللي موجوده، ولكن الظروف اللي حطينا فيها وكان في البطوله العربيه هم مشاركين فيها والبطوله الافريقيه حاليا مشاركين فيها، ولكن الحمد لله يعني كل ملف كنا واخدينه لوحده والحمد لله. دي اول مباراه بعد تقريبا 40 يوم ولا 41 يوم بعيد عن الدوري، زائد الضغوط اللي كنا عليها بسبب الترتيب اللي احنا فيه، ولكن الحمد لله النهارده ربنا وفقنا في مباراه خارج ارضنا من الاربع مباريات المؤجله لينا من الدور الاول. انا بحسب الاربع مباريات المؤجله من الدور الاول دي واحده منهم، وان شاء الله يوم السبت واحده ثانيه مع الداخليه مباراه ثانيه ان شاء الله باذن الله. يعني يانوفسكي يا كابتن احمد عنده صعوبات كتير جدا الفتره اللي جايه، ازاي يرجع بالاسماعيلي شكله ومكانته الطبيعيه في الترتيب العام في الجدول، جدول دوري ممتاز، وكمان عنده مجموعه افريقيه انا قلت عليها مجموعه مميته. والله يا كابتن عبد الحميد يعني اولا يعني انا شايف الدوري صعب جدا الموسم دوت. لو تفتكر الكابتن حميد وكمان المواسم اللي فاتت ده موسم استثنائي. كان في ان الفرق متقسمه ثلاث تلات في الدوري العام، ست فرق قدام، ست وسط، وست تملي بيبقوا في الترتيب في اخر التلت الاخراني في الجدول. الموسم ده يعني متغير تماما. وبالتالي تبص على الفرق اللي ما كانت موجوده من اسبوعين ثلاثه في الدوري العام، كان مين الاسامي اللي الناس اللي تحت اللي في الفرق؟ اسامي فرق كبيره. كله فرق كبيره فعلا. انا شايف البنات متوزعه جدا على الدوري، مش هتلاقي فوارق كبيره جدا بين الاول والثاني والثالث ولا حتى ال 11 وال 12. الصغير بيكسب الكبير، الفرق اللي هي في النواحي الفنيه او اللي اسمها قليل شويه بدات بتكسب فرق كبيره في الدوري العام. ولذلك البنات متوزعه على الفرق كلها. في صعوبه جدا في بيراميدز دلوقتي بيدفع الاهلي بيدعم دلوقتي الزمالك بيدعم الاسماعيلي بيدعم كله عايز يبقى في المكان المناسب مش عايز ينزل. انا شايف موسم استثنائي جدا للدوري المصري والمستفاد كله طبعا جمهور الكره المصريه. اكيد يا كابتن، لكن عندكم مجموعه يبقى الاسماعيلي حتى لو بيطلع لاعبين يبقى الاسماعيلي دايما معاه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين يا كابتن احمد، تقدروا ترجعوا بيه لشكل الاسماعيلي وتقدروا كمان تروحوا بيه للطريق اللي انتوا عايزينه في افريقيا. احنا والله يعني ان شاء الله مش قلقانين، يعني احنا عندنا لعيبه زي ما حضرتك قلت التمالي الاسماعيلي بيجيب لعيبه كويسه او بيطلع من ناشئين لعيبه كويسه، احنا عندنا في كل مباراه لا يقل عن خمس ست لعيبه تحت السن موجوده بس الناس مش حاساهم عشان بيلعبوا بقالهم فتره. بالزبط. عبد الرحمن مجدي تحت السن، صادق تحت السن، احمد ايمن تحت السن، كذا وجيه تحت السن، كذا لعيب تحت السن معاك الناس مش حاسه على اساس ان هم موجودين من فتره في الملعب. والفادي ان بلغ المنتصف العمر عندنا صغير جدا ده لسه ما شاء الله قدامه وقت طويل، عندنا يعني 2-3 خبره في الفرقه انما الباقي كله متوسط اعمارهم ما بين 23 و24 سنه. ان شاء الله احنا بنبني فرقه وان شاء الله الصفقات اللي تيجي النهارده شفنا شلونجو اول مشاركه ليه معانا يعني لعيب كويس جدا هيبقى اضافه لينا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، ولكن بتبني ان شاء الله بامر الله الفرقه ان شاء الله بامر الله، ويعني عايزين مسانده الجميع. انا عارف كل الناس بتحب النادي الاسماعيلي وبتحب الاستاذ الاسماعيلي فضله. اكيد مساندة الجماهير اكثر واكثر لينا الفتره ان شاء الله. اكيد يا كابتن احمد قناوي نجم الدراويش والمدرب العام نادي الاسماعيلي كل التوفيق ليك وان شاء الله ترجعوا بالاسماعيلي لمكانته الطبيعيه في الدوري العام. شكرا جدا. شكرا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عايز اكمل الكلام بتاع الكابتن اسامه. الشوط الاولاني ليه المقاولين احسن؟ لانه هو متوقع، النحاس متوقع ان الاسماعيلي ليس